السلام عليكم. How are you teacher؟ ما شاء الله الإنجليزي معرب كمان. I am good. جود. I am جود. كيف حالكم؟ شو لسه خلصتوا امتحانات ولا لسه بتمتحنوا؟ لسه. يا حرام يا حرام، احنا اخذنا امتحانات بالمدرسة بآخر اسبوعين من رمضان، خلصنا منهم. الله اكبر، ناي اول فل امتحان الرياضيات. شهد والله، كفو يا شهد. إن شاء الله أنا كامل، إن شاء الله إن شاء الله. انسام طب ارفع ايدك عشان افتح لك مايك. تفضلي يا انسام. اهلا يا انسام، كيفك انت؟ مش سامع الصوت، سامعني انت؟ كيفك يا انسام؟ الحمد لله، انت كيفك؟ تمام الحمد لله. كيف امتحاناتك؟ اليوم بلشنا، اخذنا رياضيات، كان الحمد لله كثير سهل، بفضل الله ثم اذن. ممتاز ممتاز الحمد لله. استاذ جنى صار دوامها مسائي، فما راح تقدر تحضر حصة الرياضيات، يعني على 5:30 هي بتروح. تحضرها مسجلة على اليوتيوب؟ هي بتحكي لك إذا بتقدر تحكي مع أبواب عشان إنه تأجل الحصة للستة، إذا ما عندك مشكلة. والله بصير كثير بالليل، يعني أنا بالنسبة لي لأني بعطي حصة بعديها، بعطي 10، يعني ما أقول أخلص على 9 مع 10، كثير متأخر الوقت. فأتوقع موعدها مناسب نفس ما هي، واللي ما بيقدر يحضرها يحضرها مسجلة، هيك أنسب إشي. أنا بشوف. تمام، شكرا كثير. عفوا عفوا. أهلا يا قصي، بنجح بس ما بفلح. معلش معلش يا عبد الرحمن، بتعوض على الفاينل. تفضلي يا رنيم. مرحبا أستاذ، أهلا يا رنيم، كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام كيفك انتي؟ تمام الحمد لله. ما كان عندي إشي، بس هيك كنت رافع إيدي إثبات وجود. الله. طيب ماشي اوكي، بس في إشي نسيت أحكي لك، المهم تفضلي. في رابط الاثنين صح، بيكون عند حصص اللايف، إنه في للاثنين في حصة رياضيات. ما كان في للاثنين حصة رياضيات، فتت من رابط الأربعة، يعني إذا بدك تشوف أبواب ليش. عادي عادي، طيب هسه بنشوفها. ونفس الاشي هي كل الروابط من اول الفصل، نفس الرابط. خلص تمام. بدي احكي لك كمان، وصلنا مع المعلمة عند صفحة 124 عند مقاييس التشتت. طيب ان شاء الله اليوم بناخذه، او بناخذ جزء كبير منه ان شاء الله. بالله. اوكي يعطيك العافية استاذ. الله يعافيك. وعليكم السلام يا مرحبا. يلا العدد قليل لسه ما التموا. هلا زبط معي. طيب ممتاز، لسه ما بلشنا. لا لا مش حاسب مشاركة، ما بسجل عندي. طيب سيما، تفضلي يا سيما. مرحبا أستاذ، أهلا يا سيما، كيفك؟ تمام كيفك أنتي؟ الحمد لله تمام. أستاذ أحكي لك إنه اليوم أخذنا امتحان الرياضيات. أيوة. هلأ إحنا كنا ماخدين أول جزء منه عليه 10 علامات، وجبت فيه علامة كاملة. واليوم أخذنا الجزء الثاني عليه 30 علامة، والمس صلحت ورقتي وجبت علامة كاملة. الله عليكي، فدلتيهم. هاي امتحانين تعتبري فدلتي، مش امتحان واحد كمان. ولا طلابك احنا. الله عليكي، برفع راسي فيكي. الله كفو، يسعدك. ألف مبروك، إن شاء الله بتستاهلي. طيب بكرة هي رياضيات. قصي ادرس ادرس، معناته بشو المادة عليك؟
طيب نبدأ بوحدة الإحصاء والاحتمالات. ماشي، وحدة الإحصاء والاحتمالات. أخذته بالثامن إحصاء واحتمالات ولا لا؟ أخذتوها؟ المنوال وهذول، اللي أخذتوهم، الوسط الحسابي والمدى، تتذكروا الوسط الحسابي والمدى؟ لما نربي نرد ممكن نخمن. أيوة هاي الشغلات. ما أخذته. وبتعرف شو مشكلته؟ إنه آخر إشي بيكون بالدرس، بالكتاب عفوا، آخر وحدة دائما بتكون الإحصاء والاحتمالات. فلما يكون الأستاذ أو المس مزنوقين آخر إشي بيلغوه، فالطلاب إيش؟ بيطلعوا الصف اللي بعده مش ماخذين اللي قبله. طيب مش مشكلة. طيب خلينا أفهمكم كم شغل بمثال بسيط. خلينا ناخذ اسمع عشوائي. وين عندنا هاي، عندنا سيمة، مين اللي بعدها؟ عندنا مرح، وين الشباب؟ عبد الرحمن، هاي عبد، وهي عندنا هاي رنيم، ما تزعل. ومين كمان؟ وين الشباب؟ زيد، هاي زيد. بكفي 1 2 3 4 5، وهي أحمد محسن. وين وين؟ طيب ماشي، أحمد محسن. لا هاي شهد، خلاص هاي سما. وين هاي؟ مش سما، سما. طيب طيب هذولا الطلاب قدموا امتحان الرياضيات، فإجت سيمة جابت كم؟ جابت 25. طبعا احنا بنحكي من كم؟ من 40. مش تزعلوا علينا، هاي هيك افتراضات من عندي. طيب وإجت مرح جابت كم؟ 22. وإجا عبد جاب 27. ماشي، بدي أخسفكم بالعلامات. وجت رنيم جابت 33، تمام. وعندنا مين اللي بعده؟ زيد جاب كم؟ 19. راسب يا زيد. وسما سما جابت 29، أو خليها كم؟ 29. طيب ثواني شو خليها 22، خليها 22، تمام. وهي نرفع مرح، خليها 30 مرح، و 27 33 19 22. طيب هاي علاماتكم. حلو. طيب في عنا شغلات حكينا شو هي للإحصاء. إحنا مبدئيا كم طالب معنا؟ 1 2 3 4 5 6، 6 طلاب. طيب 6 طلاب. في عنا إشي اسمه المدى. المدى هذا شو قانونه؟ هاي البيانات عنا 6 بيانات. المدى قانونه أعلى قيمة، أيها أعلى قيمة ناقص أقل قيمة. أعلى قيمة كم؟ مين جاب على 1؟ أيها رنيم، اللي هي 33 ناقص أقل قيمة زيد صاحبنا راسب، 19. كم بيطلع معنا الجواب؟ اعتبروها 20. 20 33 ناقص 20 13 وزيد 1 14، تمام. 14 هذا
المدى للبيانات، هذا هو، هذا المدى للبيانات، تمام؟ هذا هو المدى للبيانات. طيب في شيء كمان اسمه أذكركم فيه بس قبل، هسا أنتوا لو واحد بده يحسب معدله، جاء بده بالعربي والرياضيات والإنجليزي والعلوم، نفرض أنه كلهم من 100، ماشي، مش من 200 وإشي بيختلف، لا نفرض أنه كلهم من 100، ماشي. لو فرضنا أنه واحد بالعربي جايب مثلا 97، بالإنجليزي 95، بالرياضيات 90، بالعلوم أو بالفيزياء كيمياء أحياء هاي علاماته، هاي 88، هاي عنا 92، 96. طيب هاي علاماته، ماشي، علامات بالشهادة، بالشهادة مش محسوب المعدل، مش محسوب المعدل. مين بيعرف كيف يحسب المعدل؟ هاي ريماس جاوبت صح. ممتازين، هاي سامة. طيب ممتازين، الكل حكى لي نفس الشيء، بنجمعهم وبنقسمهم على عددهم. طب لو فرضنا هاي 1 2 3 4 5 6 علامات، بنجمعهم 97 زائد 95 زائد 90 زائد 88 زائد 92 زائد 96 على 6، بطلع معنا شو؟ بطلع معنا المعدل. المعدل، هذا المعدل بالإحصاء والاحتمالات شو بنسميه؟ بنسميه الوسط الحسابي، الوسط الحسابي. بالصف الثامن كنا نرمز له بإيش؟ كنا نرمز له بإكس بار، إكس بار. هسه في الصف التاسع والعاشر راح نستخدم حرف جديد زي هيك، زي الام بس مطعوج، هذا شو اسمه؟ ميو، 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 مش ميو، ميو، ماشي، هذا اسمه ميو. يعني بدل الاكس بار هاي بدنا نستخدم ميو، تمام؟ نفس المايكرو بالفيزياء بالضبط، بس هون اسمه ميو، تمام؟ وعن شو بيعبر؟ عن الوسط الحسابي، تمام؟ واضحة لهون؟ سهلة وبسيطة، هاي لسه مراجعات. طيب المعدل اللي هو تذكروا نجمعهم نقسم عددهم، هذا إيش؟ هذا الوسط الحسابي، هذا الوسط الحسابي. طيب نرجع لمين؟ نرجع لسيما، سيما جايبت لنا 25. طيب لو بدنا هنا الوسط الحسابي، لو بدنا الوسط الحسابي، هاي ميو تساوي بحكي 25 زائد 30 زائد 27 زائد 33 زائد 19 زائد 22 تقسيم 6. بدي أشوف شو كم متوسط العلامات، كم متوسط العلامات اللي هو الوسط الحسابي. هنا ما بتعبر عن المعدل زي هناك، بس إيش بدنا؟ إيش اللي هو متوسط العلامات، يعني الأفريج. طيب خلينا نجمعهم مع بعض، اللي عنده آلة حاسبة يشتغل معي، أو اللي ما عنده هني أنا شغال على الحاسبة. 25 زائد 30 زائد 27 زائد 33 زائد 19 زائد 22 بيساوي
150 56 على 6 على 6. 156 على 6 بتطلع معي كم؟ 2 أو 26. هذا هو شو الوسط الحسابي، تمام؟ يعني متوسط العلامات الأفريج 26. طيب يعني اللي جايب 26 على الحفة هذا على الأفريج، خلص على الحفة. اللي أكثر من 26 هذا فوق الأفريج، واللي تحت 26 أقل من الأفريج. طيب هذا كله لحد الآن إيش؟ هذا كله مراجعة. هذا المقبرة شو زيت 19 زيت 19 جايب. يعني ميو دائما هي ميو قانونها مجموع البيانات على عددهم، على عددهم. طيب واضح هذا المثال؟ بسيط وإيش وسهل. طيب خلينا شوية نشوف مع بعض. طيب خلينا نشوف سيما. سيما أقل من الأفريج بواحد، يعني ناقص واحد. ما راح أكثر من الأفريج بكم؟ في أربعة. عبد الرحمن أكثر من الأفريج بكم؟ في واحد. رنيم أكثر من الأفريج بكم؟ طبعا 26 تكملة 30 أربعة، بعدين 33 أكثر من الأفريج في سبعة، رفعت الأفريج 26. طيب زيد أقل من الأفريج في سبعة. سما أقل من الأفريج في أربعة. طيب بتلاحظوا إنه كل واحد زي كأنه ماخذ علامات من الثاني. يعني سيما أخذ من عبد أو عبد الله أخذ من سيما، ومرح أخذ من مين؟ أخذ من سما، ورنيم أخذ من زيد. بعدين ما بلشنا سرقة علامات من هسه؟ لسه ما وصلنا الجامعة. طيب خلينا نجمع هذول الزيادة والنقصان، هذول شايفينهم باللون الأحمر الزيادة والنقصان، هذول لو جمعناهم مع بعض كم بيعطينا الجواب؟ اجمعهم يلا فكروا. أيوة طيب ممتازين. طيب أول إشي قبل ما نحكي كم مجموعهم، هسه هذولا يعني الأفريج بالنص، هيو مثلا خلينا نحكي هي بالنص عندنا 26، في حدا أكثر من الأفريج؟ في حدا أقل؟ في حدا أقل؟ طيب طيب هسه هذولا الأكثر والأقل هذولا بنسميه انحرافات، هذولا انحرافات. انحرافات يعني كم انحرف عن الأفريج. مثلا سيما قلت واحد، مراح زادت أربعة، عبد الرحمن زاد واحد، رنيم زادت سبعة، زيد قل سبعة، سما قلت أربعة. فهاي بنسميها شو؟ انحرافات. طيب مجموع الانحرافات هيها، مجموع الانحرافات اللي هي سالب واحد زائد أربعة زائد واحد زائد سبعة ناقص سبعة ناقص أربعة يساوي صفر، تمام؟ مجموع الانحرافات كم أعطاني؟ صفر. دائما مجموع الانحرافات يساوي صفر، هاي صفر دائما.
تمام. بهذه الحالة لأن الإشارات عكس بعض بنحذفهم، بس يعني حتى لو مش نفس الأعداد، يعني حكيت لك ناقص واحد ناقص خمسة زائد ستة، برضو هذول كم مجموعهم؟ صفر، لأنه طلع سالب ستة زائد ستة صفر، فعادي يطلع معنا زي هيك، مش ضروري يطلع معنا نفس الأعداد بس عكس الإشارة، مش ضروري. تمام. طيب هون شو حكينا؟ من مجموع الانحرافات يساوي صفر، هاي لحد الآن هاي اللي بدي إياها، بس نمسح هذولا عشان نكمل، بس عشان ما ننسى إن ميو طلعت معنا كم؟ 26، 26 اللي هي شو هاي ميو؟ شو هاي ميو؟ اسمها بالعربي بتعبر عن إيش؟ يلا الوسط الحساب، ممتازين، هي الوسط الحساب، وسط الحساب. طيب خليني أشوف إيش كمان شغلة. طيب خلينا مع بعض نحكي عن شيء، ننزل هذول شوي. طيب شايفين الانحراف مثلا سواء زيادة أو نقصان، الانحراف هذا ناقص واحد، ناقص واحد. طيب الناقص سالب واحد لو ربعته كم بيعطيني؟ والأربعة لو ربعته، والواحد لو ربعته، والسبعة تربيع، والسالب سبعة تربيع، والسالب أربعة تربيع. طيب هون طبعا سالب واحد تربيع واحد، 16 واحد. طبعا احنا دائما بنعرف انه السالب لما يتربع بروح السالب، صح؟ مثلا 7 تربيع 49، وسالب 7 تربيع كمان 49، سالب 4 تربيع 16. طيب هذا الانحراف. طيب اجمع لي اياهم بعد ما ربعتهم، اجمع لي اياهم بعد ما ربعتهم، يعني بدي 1 زائد 16 زائد 1 زائد 49 زائد 49 زائد 16، خليني اجمعهم معكم، اللي هي 98 زائد 32 132 132، بس نتأكد 132 132. طيب اللي هم 132. طيب لو قسمتهم على عددهم زي ما عملنا ب بتذكروا الوسط الحسابي، لو قسمتهم على عددهم طيب قسمناهم على عددهم، قسمناهم على كم؟ طبعا ما راح يتغير العدد، 6 قسمنا على 6، 132 على 6 على 6 يساوي 22. 22 هذا له اسم، له اسم، وشو عملنا بس قبل ما احكي لكم اسمه؟ الانحراف، الانحرافات كلها ربعتها بعدين جمعتها وقسمتها على عددها، عرفتوا؟ الانحرافات، انحرافات كاملة اللي هي سالب واحد وموجب أربعة وموجب واحد وموجب سبعة ناقص سبعة وناقص أربعة، ربعتهم بعدين شو؟ جمعتهم وقسمتهم على عددها، هذا شو اسمه؟ شو بنسميه؟ بنسميه التباين، هذا بنسميه التباين، هذا بنسميه التباين. أستاذ كيف طلعت الانحرافات؟ الانحرافات نحكي اللي هي العلامة أو القيمة، القيمة ناقص ميو، ميو طلعتها من أول المثال اللي هي 26،
يعني بنحكي دائما يعني العلامة ناقص 26 بهذا المثال. 25 ناقص 26 سالب 1، 30 ناقص 26 موجب 4، وهيك. تمام، بشر الشاشة بتعلق، زبط النت عندك. ماشي حبيبي، طيب طيب خلينا نشوف شغلة ثانية. هسه التباين دائما، أول شيء خلينا نشوف مين عنده أسئلة بعدين نرجع نكمل. هاي نزلت الإيدين، اللي عنده سؤال يرفع إيده حتى لو مش فاهم إشي يرفع إيده إذا عنده سؤال. تفضل يا سيما. سيما ولا إثبات وجود رافعيتها؟ طيب مرح، تفضل يا مرح. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أسأل سؤال. تفضلي. حرام عليك خسر الزيت يا زلمة، والله حرام معلش معلش، عادي الشباب ملمون عليهم. طيب اسأليني غيره. أستاذ هسه الميو هي الوسط الحسابي بي يعني؟ هي نفس الوسط الحسابي اللي هي مجموع البيانات على عددهم زي المعدل. احنا بكرة ناخذ الدرسات. خلص ماشي، حضري هسه. اليوم اعطتنا في اختبار الوحدة اول 6 أسئلة، جبت فيهم 6 من 6. الله عليك، ممتازة. طيب حاضر، تبعي معي عشان بكرة تبدأي. طيب تفضلي يا دانيا. مرحبا أستاذ. أهلا يا دانيا، تفضل. التباين أنا آخر إيش ما فهمته صراحة. طيب عرفتي كيف طلعنا انحرافات اللي هي يعني العلامة نقصنا 26 منها؟ تمام، بس هاي الانحرافات ربعنا كل واحد منهم لحاله، يعني واحد تربيع، أربعة تربيع، سالب واحد تربيع. تمام، موجب واحد تربيع، موجب سبعة تربيع، سالب سبعة تربيع، كل واحد ربعنا لحاله، طلع معنا واحد 16، واحد 49، 49، 16. هذول عملناهم زي كأنهم بيانات جديدة. شو عملنا فيهم؟ جمعناهم زي كأنه بدنا نطلع الوسط الحسابي. بيشبه الوسط الحسابي، ومش وسط حسابي، بيشبه الوسط الحسابي. جمعناهم قسمناهم على عددهم اللي هو 6، نفس عدد البيانات ما راح يختلف. فكم طلع معي؟ 132 على 6 اللي هو 22. هذا 22 اسم التباين. تمام. أصلا الإحصاء والاحتمالات السنة اللي فاتت ما أخذناه، مش مشكلة، أنا اعتبرت زي هيك سابع يعني راح أونلاين. بعرف 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 الكل عنده هيك فاقد، حتى لو إنه بالمدرسة وخذ وجهي عنده فاقد تعليمي بالإحصاء والاحتمالات، فمشان هيك هيني بلشت لكم معها معكم من الصفر يعني. شكرا أستاذ. عفوا. طيب تمام، عرفنا كيف نطلع التباين، عرفنا كيف نطلع التباين، وصلنا للتباين. بس في شيء اسمه، بس التباين شو رمزه؟ التباين شو رمزه؟ التباين طيب خلينا رمزه زي هيك، تعرفوا عصاي ممدودة زي هيك، هذا اسمه سيجما الرمز، هذا اسمه سيجما. السيجما تربيع التباين، سيجما تربيع. تمام، هذا هو التباين. هنا سيجما تربيع كم يساوي؟ اللي هو 22. تمام، هيك رمزه.
بعرف ممكن في حفظ شوي بس أوليتها يعني بتتغلب أوليتها بعدين بترتاحوا. سيجما تربيع كم يساوي؟ 22. طيب انتوا بعرفكم أسرع ما تأخذ الجذر التربيعي. طيب لو طلعنا سيجما لحالها شو بتعطيني؟ اللي هي جذر 22. جذر 22 هذا له اسم اللي هو الجذر التربيعي للتباين، اسمه الانحراف المعياري. الانحراف المعياري اللي هو سيجما اللي هو جذر 22. طلعناه عن طريق مين؟ عن طريق التباين. يعني لولا التباين ما بقدر أوجد الانحراف المعياري. تمام؟ هيك أخذنا مصطلحات إيش؟ كثير شوي. اللي هو أول إشي حكينا عن ديميو اللي هي شو؟ الوسط الحسابي. أول إشي بالسؤال دائما بدك تطلع شو؟ الوسط الحسابي. وسط الحسابي اللي هو ميو. ميو شو حكينا قانونه؟ مين بتذكر قانونه الوسط الحسابي؟ طب اكتبوا لي يا سيما، اكتبوا لي. ممتاز، مجموع القيم على عددهم، هذا هو الوسط الحسابي. وبعدين شو أخذنا؟ أخذنا الانحرافات. الانحرافات كيف بدي أطلع الانحراف؟ القيمة اللي هي x ناقص شو؟ ناقص ميو. x ناقص ميو شو منطلع؟ منطلع الانحرافات. طيب لو بدنا نربع الانحرافات ونجمعهم شو بيعطينا؟ طبعا بنجمعهم بعدين بنقسمهم عددهم بيعطينا قيمة. مجموع مربع الانحرافات على عددهم، هي مجموع مربع الانحرافات على عددهم بيعطينا التباين اللي هي سيجما تربيع. تمام، سيجما تربيع. وبعدين أخذنا الانحراف معياري اللي هو حكينا سيجما بدون تربيع اللي هي جذر تربيعي للتباين. واضحين هذول؟ واضحين؟ طيب ممتاز. سألنا سيجما بالفيزياء غير هاي. سيجما بالفيزياء هيك مجموع يمكن، صح؟ عادي، وهي كمان بالرياضية تسمى سيجما. طيب واضحة لهون؟ واضحة؟ مين عنده سؤال؟ يلا خلينا ناخذ أسئلة. والله يا جماعة اللي عنده سؤال بس بالمادة، ما بدناش مزح. اللي عنده سؤال شغلة مش فاهم ما يحكي لي. طيب بشر، تفضل يا بشر. تفضل يا بشر. طيب بشر مش معنا، ما راح. السلام عليكم أستاذ. هسا السيجما هلا ليش إنه السيجما التربيع للتباين والسيجما اللي بدون تربيع للانحراف المعايير؟ خلاص المعياري هيك رمز، هو رياضيات رمز، هو رمز زي هيك. أوكي ماشي. هيا تفضل يا هيا. هيا افتحي المايك. ماشي هيا مش معنا. زيد مرحبا. استنى كنت بدي اعمل سكت. هيا سكتك بالغلط. اهلا يا زيد. اهلا يا زيد، كيف حالك؟ الحمد لله، انت كيفك؟ الحمد لله بخير. تفضل يا زيد. استاذ بدي اسالك ايش الفرق بين الانحراف العادي والانحراف المعياري؟ هسا الانحراف العادي اللي هو شو؟ القيمة
ناقص شو؟ ناقص اللي هي مجموع لميو لعددهم لميو لا الانحرافات صح ايوه هاي ناقص ميو اللي هي نرمز لها باكس ناقص ميو او كنتوا زمان تحكوا لها اكس ناقص اكس بار نفس الاشي. طيب هسه الانحراف المعياري بعدين بنيجي شو استخداماته بس هو ايش قانونه الجذر التربيعي للتباين ماشي ما له دخل بالانحراف العادي. الانحراف العادي بنستخدمه عشان نوجد التباين يعني بنربعه وبعدين بنجمعهم بعدين بنقسمهم عددهم نوجد التباين. بعد ما نوجد التباين بنوجد الانحراف المعياري تمام. يعني لما احكي لك قيمه معينه بقدر اوجد لها انحراف كم بحكي القيمه اللي هي 22 مثلا ناقص الميو 26 اللي هي سالب 4 بقدر اوجد انحراف معياري لقيمه واحده؟ لا، الانحراف المعياري بيكون لاكثر من قيمه يعني لكل البيانات اللي معي بوجد لها انحراف معياري، اما الحبه الواحده بقدر اوجد لها انحراف بس تمام. بعدين بعطيك استخدامات. اعطينا كمان مثال بس ضبط لي علامتي. لا خلاص والله صارت انحطت بس العلامات ما بقدر. لا والله ما بقدر هندسه معلش. بس انت تعلم مدير بدبرني والله صعب والله صعب الاعلام بيدي كمان وصرت رافع على التربيه وصرت مدخل على الكمبيوتر ول 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 والله صعب معلش هذه بتعوض الفصل الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. هذا مين فين جنى تفضل يا جنى. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك يا جنى. درس جديد صح؟ بس بنفس الطعم الرائع. تفضلي أستاذ. أنا أزره واحد. أنت اللي حكولي أجل الحصة عشانك؟ طيب جنى مش راح أقدر أجل الحصة بصراحة. ليش أستاذ؟ أنا عندي حصة بعدها صف عاشر مش منطقة أخلص معهم الساعة 9 بالليل صح؟ فالله بعينك بتحضريهم مسجلات تمام. يلا أوكي. طيب المسائي معلش بيحضروهم مسجلات. طيب مين ظل ما سأل؟ والله فيه كم شي ما سأله. طيب في عمر ذيان والله الشباب مش عارفين يفتحوا مايكات. عمر معي؟ عمر انت فاتح مايك بس احكي. بالغلط بالغلط استاذ. اوكي ماشي. طيب بشر بيقول لي الو. طب بشر معنا فتحت لك مايك يا حبيبي. بشر افتح المايك في اشاره مايك تحت اكبس عليها. الو. الو يا استاذ بس بدي هو برا هاي الوحده بس بدي اتحقق من فهمي صفحه 64. والله يا بشر يا حبيبي انه برا هاي الوحده ما بقدر اجاوبك هسه لانه لسه فيها اي وحده قبلها. طيب ما احنا داخلين بجو الدرس داخلين باحصاء واحتمالات ترجعنا اللي قبل ما بزبط. معلش اخر الحصه يضل معنا وقت برجع بحكي لك تعطيني سؤالك تمام. طيب طيب اخذنا هذا المثال. طيب هنا بحكي لنا عن الشباب. طيب لاحظوا انه هنا في عندي بيانات كل نقطه بتعبر عن اثنين فهاي تقريبا هاي 58 وهاي 60 وهاي 62 64 66 وهون 72 وهون 80 وهون 8 او 89 لا هون 88 وهون 48 وهون 40. طيب لاحظوا انه جمع البيانات طلع ميو. هون عندي طلع ميو اللي هو الوسط الحساب جمع البيانات وقسمها على عددها طلع كم معه
طلع معاه 64. 64 إيش هذا؟ 64 شو اسمه؟ هذا الوسط الحساب ممتازين، هذا هو الوسط الحسابي. طيب هاي الوسط الحسابي اللي هو بالنص، خليناه هاي هون هو هاي 64. طيب بدنا نشوف انحراف كل قيمة عن الوسط الحسابي سواء زايدة أكثر أو أقل. 66 زايدة بمقدار 2، يا أما بتحكي على القانون اللي هي القيمة ناقص ميو اللي هي بهاي الحالة مثلا 66 ناقص 64 بيطلع معك 2، أو من بينه يعني زائد 2. و72 برضه بتحكي لي 72 ناقص 64 بتطلع معك 8. زي هيك كل البيانات بتطلعوا برنا اياها بهذا الشكل، يعني هاي 2 هاي الأحمر يعني زائد 2 هون زائد 8 زائد 16 زائد 24. واللي أقل واحدة أقل بأربعة، أقل بستة، أقل بستاش، سالب 24. هذولا شو؟ شو اسمهم هذولا؟ الانحرافات ولا الانحرافات المعيارية؟ يعني ما فيش اسمه انحرافات معيارية، هذولا بس انحرافات، انحرافات بيانات، هذولا انحرافات، هذول انحرافات يعني انحرافات البيانات عن الوسط، الوسط اللي هو اللي هو الوسط الحسابي. واضحة؟ طيب لو جمعنا 2 و 8 و 16 و 24 و سالب 4 و سالب 6 و سالب 16 و سالب 24 كم بيعطينا؟ مجموع الانحرافات دائما يساوي صفر، مجموع الانحرافات دائما يساوي صفر. طيب أنا هيك نحسبهم ذهنيا، بس 24 مسالب 24 بتروح، و16 مسالب 16 بتروح، بس 8 ناقص 6 2 وزائد 2 4 وناقص 4 صفر. بالتالي مجموع الانحرافات كم طلع معي؟ يساوي صفر. هاي الانحرافات عند جمع الانحرافات المبين في شكل الألاف الناتج يكون صفر. لاحظ مجموع الانحرافات على وسط الحسابي دي يساوي صفر، هاي دائما، هاي دائما. طيب لو ربعنا هاي الانحرافات، طيب خلينا نربعهم مع بعض. لو حكينا شو اثنين تربيع زائد سالب أربعة تربيع زائد ثمانية تربيع زائد سالب ستة تربيع زائد ستاش تربيع زائد سالب ستاش تربيع زائد أربعة وعشرين تربيع زائد سالب 24 تربيع، ربعناهم قسمناهم على عددهم، عددهم كم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 قسمناهم على 8. الناتج شو اسمه بالعربي؟ شو بيعطينا؟ شو اسمه؟ ايوه بيعطينا شو يساوي؟ بيعطينا التباين، تباين اللي هو حكينا سيجما سكوير أو سيجما تربيع، سيجما تربيع اللي هو التباين اللي هو هيو بحكي لنا تباين أو الفاريانس اللي هو سيجما تربيع. لما حسبهم طلع سيجما تربيع 223، هاي سيجما تربيع يساوي 223، هذا هو التباين لهي البيانات. تمام، هذا هو
التباين. طيب لو بدنا الانحراف المعياري، انحراف المعياري اللي هو حكينا سيجما، مش سيجما تربيع، اللي هو الجذر التربيعي لل 223، جذر التربيع 223. إذا ما إله جذر نحسبه على الحاسبة، يعني ما مش مربع كامل، نحسبه على الآلة الحاسبة. تمام، واضح لهون؟ ضروري نحسبه إذا طلب منا نحسبه. طبعا لو طلب مني التباين نحسبه. طيب ممتاز. طيب ادخلوا على نفس اللينك، دائما اللينك الحصة ما بتغير. عادي عادي. اول اشي الخطوات، يعني هي مش خطوات يعني، بس عشان تتذكروا. اول اشي بتطلع الوسط الحسابي، اول شيء بطلع الوسط الحسابي. هذا لازم لازم ميو. لازم عشان كل شيء كل شيء عن طريقه بنطلع. بعدين ثاني شيء بنطلع التباين، التباين اللي هي سيجما تربيع. بعدين ثالث شيء، ثالث إشي شو بنطلع؟ الانحراف المعياري اللي هو السيجما. طبعا هون في هيك صغيرة، هون بنطلع انحرافات. تمام، بصل الحساب، بعدين انحرافات، بعدين التباين، بعدين انحراف المعياري. الانحرافات مجموعهم صفر. تمام، بس هاي معلومة لكم، مش ما بنستخدمها هون بهذا المثال أو بدرسكم هذا، ما بنستخدمها هاي المعلومة، بس أكيد راح تستخدموها بعدين. صح، التباين نقسم والانحرافات المعيارية بناخذ الجذر. بس التباين له قانونه لحاله، هذاك مربع الانحرافات، انحرافات كلها بنجمعها بنربعها بعدين بنجمعها بعدين بنقسمها على عددها بنطلع التباين. اما الانحراف المعياري بس بناخذ الجذر، سهله. الانحرافات دائما مجموعهم صفر. يا جنى، طيب خلينا ايش، بس هذا من شكله مبين، شو مبين صعب من شكله، شو مبين؟ مبين صعب هذا القانون. كينا يرى التباين مجموعة من البيانات عددها N ووسطها الحسابي ميو بالصيغة الآتية. هذا كيف نوجد التباين. بس شو رأيكم تنسوا لي إياه شوي هذا القانون، أفهمكم إياه بعدين نرجع نشوفه. تمام، أفهمكم إياه بعدين نرجع نشوفه. طيب احكي لي، فيما يأتي عدد الأجهزة الكهربائية التي بيعت في متجر خلال 5 أشهر. أول شهر باعوا 18 جهاز، بعدين 22 جهاز، ثالث شهر 21، رابع شهر 25، خامس شهر 24. نحكينا أجهزة التباين لعدد الأجهزة المبيعة في هذا الشهر، في هذه الأشهر عفوا. طيب بده التباين لهاي البيانات. طيب التباين طبعا في قبلها مراحل تباين، مش بسرعة طلعوا. حكيت لكم انه اول شيء بدك تطلع الوسط الحسابي، بعدين انحرافات، بعدين التباين، بعدين اذا طلب انحراف معياري بعدين بتاخذ الجذر. طيب خلينا اول شيء نطلع او ناخذ البيانات على جنب، هيهم 18 و22 21 25 و24.
طيب هذول البيانات اللي عندي. طيب ميو اللي هو الوسط الحسابي كيف نطلعه؟ نجمع البيانات، نجمع البيانات بنحكي 18 + 22 + 21 + 25 + 24 تقسيم كم؟ تقسيم 5. طيب نطلعهم، هاي يطلع 40 61 66 86 89 90 110 110 تقسيم كم؟ تقسيم 5. تقسيم 5 اللي هو كم يساوي؟ 22. طبعا تستخدم الحاسب عادي، اللي هو 22. هذا شو؟ هذا ميو اللي هو الوسط الحسابي. طيب بدل ما كنا نكتبهم هيك كل واحدة كم انحراف المعياري او انحراف، عفوا مثلا 18 كم انحرافها؟ كم انحرافها ال 18 ناقص 4. ممتاز يا رنين، ناقص 4 و22 0 وال21 ناقص 1 وال25 زائد 3 وال24 زائد 2. طيب شو رايكم نعمل جدول اسهل لنا، اسهل لنا من هاي ما نكتب تحتها ونخربط. طيب الجدول ايش هو؟ شو بدي اعمله؟ بدي اكتب فيه القيمه اللي هي اكس، خلينا نعتبرها القيمه. بعدين احنا كيف بنحسب الانحراف؟ اكس ناقص ميو بالضبط، اكس ناقص ميو. طيب ممتاز، مثلا خلينا نحكي 18 22 21 25 24. طيب انحرافهم حكينا اكس ناقص كم هون بهاي الحالة؟ 22 اللي هي سالب 4 0 سالب 1 زائد 3 زائد 2. تمام لهون، هذول الانحرافات. خليني اكتب لكم كل واحدة فوقها ايش هي عشان ما تستغربوا تقولي ايش هاي. هاي القيم عادي، قيم هنا بدنا الانحرافات. بعد الانحرافات لما كنا بدنا نطلع اللي هي التباين، كنا ويش نربع الانحرافات صح؟ نربع الانحرافات. الانحرافات اللي هي هاي اكس ناقص ميو، هاي بدنا نربعها، كل واحدة نربعها لحال بالأول. طيب نربع الأربعة 16 بعدين 0 1 9 4. بعدين شو كنا نعمل فيهم؟ نجمعهم، نجمعهم ونقسمهم على عددهم. طيب اجمع لي اياهم، اكتب لي تحت اخر اشي هون بدي المجموع. مجموع، طيب المجموع 16 او هون 10 10 20 30، هاي 30. طيب معناته اللي هي سيجما سكوير، سيجما تربيع هاي اللي هي التباين، التباين اللي هو سيجما تربيع 30 تقسيم كم؟ تقسيم 5 عدد البيانات اللي هو كم؟ يساوي 6. تمام؟ واضح كيف طلعنا التباين؟ الجدول أسهل. هو الجدول أسهل فعليا، هو الجدول أسهل. هاي هون شو حكينا؟
مربع الانحرافات. شو طلعنا؟ طلعنا اللي هي الانحرافات أول إشي، بعدين ربعناهم، جمعناهم، قسمناهم اثنين. طيب هسه هو حط لي إياها هاي كقانون بالكتاب. طيب شو القانون اللي حط لي إياه؟ بحكي لي إنه سيجما تربيع، هاي سيجما تربيع اللي هي هسه هاي الثلاثين، إحنا شو عبارة عن جمعنا هذولا اللي هي 16 والصفر والواحد والتسعة والأربعة، صح؟ طيب اللي هي مجموع هاي الساميشن، اللي هي المجموع، هاي المجموع اللي هي نفسها سيجما، مجموع اللي هو x ناقص ميو تربيع، يعني x ناقص ميو تربيع لهاي و x ناقص ميو تربيع لهاي، x ناقص ميو تربيع لهاي و x ناقص ميو تربيع لهاي و x ناقص ميو تربيع لهاي، هاي معناها مجموع x ناقص ميو تربيع، يعني مجموع الانحرافات بعد التربيع تقسيم كم؟ تقسيم شو الخمسة هاي؟ عدد البيانات، عدد البيانات اللي هي كم؟ N مثلا، اللي هي N، أنا نعتبر N اللي هو عدد البيانات. طيب واضحة هيك؟ هاي حط لي إياها كقانون بالكتاب، هذا القانون بيذكرك شو تعمل. بس هذا القانون بخربط شوي، فيه حفظ، بس أنا فهمتكم إياه بالأول، بعدين أعطيتكم قانون بالكتاب، هيك أسهل لكم، صح؟ أول شيء فهمتوا، بعدين بتحفظوا القانون. إحنا وين؟ بعد الأخيرة. عليكم السلام يا محمد. إذن هلا تحقق من فهمي. هسه بتشوفوا تحقق من فهمي شو راح أعمل فيكم. طيب. بس عندنا تباين طلعناه 6. طب الانحراف المعياري كم يساوي؟ الانحراف المعياري اللي هو سيجما يساوي كم؟ جذر 6. ممتازين، جذر 6. وش تخربطوا بين 6 والسيجما؟ السيجما هيك زي 6 ناقصانه، أي صفحة؟ صفحة 122 نسيمة. طيب واضحة؟ طبعا إذا معنا الحاسبة بنطلعها اللي هي جذر 6 اللي هي 2.45%. طيب شايفين هذا تحقق من فهمي؟ يلا معكم 5 دقائق تحلوه، واللي بده يصلي أو يروح يشرب مي، يعني هو مش استراحة، استراحة مع حل، مع الحل، تمام؟ بس كل واحد يحل حاله، جيب ورقة وقلم وحل بإيدك، إذا ما حليت بإيدك ما راح تفهم علي، أظني أشرح لبكرة على الفاضي، فحل هذا على ورقة، يلا، كل واحد لحاله، ما تغشوا على جروبات.
طيب شو صار معكم؟ حليتوه؟ حاطين أجوبة كمان. طيب خلينا أول إشي شو نعمل؟ نرسم الجدول. نرسم الجدول أسهل إشي. خلينا أول إشي نرسم جدول فيه X القيم، بعدين X ناقص ميو، وبعدين X ناقص ميو بس بدنا نربعهم بس. طيب القيم عندي 103، وعندي 115، 124، 125، 171، 165، 170. طيب جوجو أنا هسه دخلت الحصة، جوجو بتحضريها مسجلة الحصة؟ نجد البسط الحسابي، ممتازين. هاي أول خطوة نوجد البسط الحسابي اللي هو ميو. طيب ميو اللي هي مجموعة البيانات، طب اجمعوا لي إكس، خلينا تحت نعتمد إنه آخر صف هذا المجموع فيه، ماشي. طيب مجموع إكس خليني أجمعهم معكو، مين جمعهم؟ اللي هي 103 زائد 115 زائد 124 زائد 125 زائد 171 زائد 165 زائد 170، 973. 973. طيب هسه ميو أنا بعرف إنه قانونها ميو هاي إم صارت ميو اللي هي 973 تقسيم 1 2 3 4 5 6 7 تقسيم 7 بيانات، تقسيم 7 اللي هي بتساوي 139. ممتازين لحد هسه أمورك تمام. طيب هسه X ناقص ميو، X ناقص ميو يعني 103 ناقص 139، هيها 139 عشان ما ننساها. 103 ناقص 139 هي بتطلع سالب 36. طيب هسه 115 ناقص 139 سالب 24، 124 ناقص 139 سالب 15، 125 ناقص 139 اللي هي سالب 14، 171 ناقص 139 32. موجب لأنها فوق الوسط الحسابي. طيب 165 ناقص 139 26، 170 ناقص 132 اللي هي 31 راح تطلع. هذول بلزمني مجموعهم، بلزمني تحت مجموعهم، بلزمني ولا لا؟ لا ما بلزمني، ما في بالقانون كله، ما في هذول ما بلزمني مجموع، ما بلزمني مجموعهم، بلزمني مجموع مربعاتهم اللي هسه راح نطلعه. طيب 36 تربيع اللي هي 1296، 24 تربيع اللي هي 576، 15 تربيع 225، 14 تربيع 196، 32 تربيع اللي هي 1024، 26 تربيع اللي هي 676،
31 تربيع اللي هي 961. طيب هسه هذول بدي اجمعهم كلهم، الله بعيني مش انا بجمع راسي على الحاسب يعني، فما ما تدلعوا. طيب زائد 1024 زائد 169 زائد 225 زائد 576 زائد 1296 بيطلع 4950 54. ممتاز، هاي نفس الجواب اللي طلع معكم. طيب هسه القانون شو بحكي لنا؟ طيب هاي بس احكوا لي اياها برمز القانون شو مسمي لي اياها؟ هاي مسمي لي اياها مجموع اكس ناقص ميو تربيع صح؟ هاي تسأل. طيب هسه الفاريانس او التباين اللي هو مجموع اكس ناقص ميو تربيع على ان، ان اللي هو عدد البيانات، ان اللي هو هون 7 يساوي، فبحكي يساوي 4954 على 7 تقسيم 7 يساوي تقريبا 707.7. تمام، هذا مش عالم انا اللي طلعتها، لا هاي للحاسب اللي طلعتها، انا مش عبقري لهالدرجة. تمام بعد ما لا خليها بالفواصل يا دانيا، ما تقربيها لأقرب عدد صحيح، خليها لأقرب منزل عشرية. تمام يا دانيا، والحكي للجميع. طيب هسه شو بدي؟ بدي هذا اسمه التباين، طبعا تباين، هاي طلعنا التباين البيانات. الفرق الثاني شو؟ طيب الفرق الثاني بده اللي هو الوسط، او شو طلب مني؟ انحراف المعياري، انحراف المعياري، انحراف المعياري اللي هو سيجما اللي هو جذر 707.7. طيب خلينا نطلعه. جذر 707.7 يساوي تقريبا 26.6 اللي هو 26.6، هذا هو ايش؟ الانحراف المعياري. تمام، طيب ممتاز يا جماعة، ماشي 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 يا سيما. أي صفحة؟ صفحة 123 احنا. طيب واضح هذا المثال؟ هذا تحقق من فهمي، هذا تحقق من فهمي. مش راضي يطلع 4000. لا ارجع اجمعيهم مرة ثانية، خذ سكرين شوت وارجع اجمعيهم ومفروض يطلع معك. طيب خلينا ننهي حصة اليوم لحد هون. تمام، هاي لحد هون خلصنا. بس الأربعاء بنكمل على الدرس. تمام، الأربعاء نكمل الدرس، والدرس يعني خلاص هاي هي الفكرة الأساسية فيه، والباقي يعني مبنية نفسها هاي الفكرة، فعادي سهل ما تقلقوا، و يعني هاي أصعب إشي.
فاللي بيفهم هذولا خلاص باقي الدرس عنده بالنسبة له سهل. تمام؟ طيب ماشي يا سيما، ممتاز يا بشرة. باقي بيتم بعد هذا الدرس. هذا الدرس هو الأساس. هذا الله يعافيكم جميعا، وإن شاء الله تكونوا استفدتم من حصة اليوم. يعني أنا حاولت أبسط لكم إياه قد ما أقدر، وإن شاء الله إنكم تكونوا فهمتوا، وباقي الدروس كمان راح أبسط لكم إياهم. الله يعطيكم العافية. كنت معكم أنا الأستاذ بسام حباشنة من منصة أبواب، والسلام عليكم ورحمة الله.